كل كافر معاقب؟ الجواب لا عزيز. كم من الكفار يدخلون الجنة إذا كانوا من القاصرين، إذا كانوا من المستضعفين. تقول بأنه إذا كانوا من القاصرين والمستضعفين يعني جهلتهم، أقول لا، حتى علماءهم، علماء اليهود والنصارى يدخلون الجنة. هسه إن شاء الله تعالى إذا صار فد وقت نجيب عبارات السيد الإمام قدس الله نفسه اللي يصرح فيها في المكاسب المحرمة أنه بيني وبين عالمهم إذا كان جاهلا قاصرا أيضا ماذا؟ أيضا ينجو مولا، ما في مشكلة. بابا بيني وبين الله استوسع رحمة الله آخر، بيني وبين الله أنت مو رب العالمين، هسه هو رب العالمين بيني وبين الله، استوسع رحمته ورحمتي وسعت كل شيء، هسه أنت تريد تضيقها آخر، من منطقك إذن مولان؟ الله سبحانه وتعالى مستوسع رحمته. في بعض النصوص اللي وجدتها موجودة أعزائي واقعا هذه النصوص تهز الإنسان، أنه في يوم القيامة الله النبي يشفع، القرآن يشفع، الأنبياء يشفعون، الشهداء يشفعون، عموم الناس يشفعون، المؤمنون يشفعون، قراء القرآن يشفعون، موجودا مفصلا في كتاب الشفاعة مولانا، مفصلا الشفعاء يوم القيامة كلهم ذكرتهم مولانا، إلى أن يأتي النداء من رب العالمين، هل من شافع؟ بعد ماكو أحد، كل من عنده قدرة على أن يشفع ماذا؟ يشفع. عند ذلك تقول الرواية عندها يبدأ الحق، يبدأ أشفع الشافعين بالشفاعة، فيبدأ بتخليص الناس من النار، والرواية تقول فيشفع ثم يشفع ثم يشفع حتى يمد لها إبليس عنقه. هذه رحمة الله. هسه بيني وبين الله تجد الآن بعض الجهل العوام واقعا هؤلاء أسلوبهم أسلوب الشياطين مو أسلوب العلماء والمؤمنين، أنه حتى الشيعة ميرد يوديهم نار جهنم ولا ليش؟ أنه ما متفق معه في الرأي، مو فقط المسلمين، مو فقط كل البشرية، لا حتى الذين هم على ولاية أمير المؤمنين ولكن لا يتفقون معه في الرأي، هذول مولانا كلهم وين؟ أنا ما أدري بعد منو يبقى بالجنة مولانا؟ هاي الجنة التي عرضها السماوات والأرض تبين فقط يدخلون بها أربعة، فلان وفلان مولانا، خلص. على هذا المنطق مع أن الله سبحانه وتعالى ما بدأ شيئا إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وين عندكم بأن الله عندما يريد أن يبدأ بشيء يبدأ باسم من أسماء العقوبة، الجبار، المعاقب، وين؟ أين عندكم؟ أين عندكم؟ ولهذا تجدون القرآن 114 سورة مولانا، 113 منها ماذا؟ ها؟ بدأت بالرحمة. أخاف واحد يقول بابا إذا أكو واحد إلى 114 ماذا؟ عقوبة. هذه هم ما تتممها في سورة النمل، قال وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هم صارت 114 مولا. هذه رحمة الله، هذه الرحمة الإلهية. الله سبحانه وتعالى واقعا أنتوا اقرأوا بأنه ليلة الجمعة الله إيش قد ينجي من النار، يوم الجمعة إيش قد ينجي، ليلة القدر، في شهر رمضان، في كل مناسبة. بيني وبين الله عمي الآن أنتوا انظروا إلى الرؤساء وإلى العلماء وإلى الولاة وإلى كذا، في كل مناسبة يخرجون الناس ماذا؟ من السجون مولانا ويعفون عنه. الله سبحانه وتعالى لا، كل مولانا نار جهنم، يلا نار جهنم، يلا ذب نار جهنم. إيش المنطق هذا؟ هذا منطق الجهل واقعا، واقعا منطق الجهل، ولا أخاف من هذا الكلام.